يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في ليلة البارحة سئلتم حفظكم الله عن الدعوة إلى الصيام الجماعي والإفطار الجماعي، فذكرتم أن الإفطار الجماعي بدعة، فهل يدخل في ذلك مشروع تفطير الصائم؟ وهل اجتماع لا، الأفطار؟ هذا ما هو من الإفطار الجماعي، هذا طعام يعرض للصائمين يأكلون منه، يعرض للصائمين يأكلون منه 1 أو 10 أو 100، طعام يعرض للصائمين ما في بأس، هذا عمل خير. إنما إذا اتفقوا على أنهم يصومون جميع ويفطرون جميع، هذا هو الذي نتكلم عنه. نعم.